حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. بتعمل ايه ده يا علي؟ ايه القرف ده؟ المعلقه من بقك للبرطمان بزمه ده كلام؟ يا ماما انا هخلصها فمحدش كده كده هياكل ورايا. ايوه يا حبيبتي بالهنا والشفا، بس ده مش فطار ده. مزوزة قالت لي ان هي هتعمل على الغدا كشري، فهستنى بقى وادبها مره واحده. ماما انت قلتي الامينه اني عايزه بالليل العربيه؟ لا. ليه يا ماما كده؟ ما انا قايله لك امبارح قبل ما انام. هي عندك لما تصحى تبي تستأذني منها وتاخدي العربية. ليه هي أجازة؟ لا صحية تعبانة شوية، قالت إنها هتستريح مش هتنزل الشغل. كويس، يعني ممكن أخد العربية من الصبح كمان. بطلي غلبة. بقولك إيه، خفت رجلك عن عربية أختك، بكرة هتتجوز وتاخد عربيتها معاها، وإنتي بقى هتفضلي تلفي بالتاكسيات. خلاص؟ يا ستر يا رب. هو عمر عارف ان انت لما بتبقي صاحيه من النوم كده بتبقي شبه الزومبي؟ انا ما نمتش اصلا. ايه تعبانه؟ ابعت اجيب لك دواء من الاجزخانه؟ انت انا بجد ولا ايه؟ مش تعبانه، قلت لك مش تعبانه، انا مش نايمه، بس هقوم اعمل قهوه وهفوق. طب امينه
انت عايزه العربيه النهارده بالليل؟ اصل انا اصحابي كلهم خارجين وهيتاخروا ما عدا السندريلا اللي هو انا، ما ينفعش تتاخر ومفيش حد يرجعني. خديها. ميرسي مين. خديها بلفتك بكلمتين، دخلت الاوضه هتقفل على مساء البال. بقول لك ايه، قومي هاتي ورق وقلم نعمل لسته المعازيم. يلا. طب ما تكتبي انت لسته المعازيم يا ماما وخلي عليها تزود اسماء. لا بس اصل بصي، في ناس انا عايزاهم يجوا وناس هعزمهم كده وكده عزومه مركبيه، يعني قرايب ابوكي مثلا، يعني انا هعزمهم اه بس بصراحه مش عايزاهم يجوا. و ماما اكتبي الليست حبيبتي وانا حابه ابص عليها. ايوه بس لو نسيت حد كده ولا كده يعني. ماما اصلا لو نسيتي حد ده معناه انه مش فارق لك تعزميه. اكتبي الليست وخلصيني، خنقتوني. طب انت رايحه فين دلوقتي؟ هلبس ونازله. مش قلتي هتستريحي وتقعدي في البيت؟ هروح اتمشى في النادي. قولي لعليا تاخد العربيه انا مش عايزاها. طلعتي تضربين البنت ليه؟ وانا عملت ايه بس يا ماما؟ انت مش شايفه دي بتتخانق مع دبان وشها؟ قلت الادب. اتكلمتي مع حد؟ عشان ما استوعب انا الاول. متخيل. ما اعتقدش. في حاجات كده مش هتحسها غير لو عشتها. عندك حق. على كل حال انا ما عنديش اي مانع ان احنا نكلمهم سوا ونشرح لهم الموقف. امينه انا مش بس دكتورك، انا عمك. والمفروض ان احنا كعيلة نقف جنب بعض في موقف زي ده. كعيلة. النهارده قبل ما اجي لحضرتك ماما سألتني على لستة المعازيم بتوع الفرح. تفتكر حضرتك هتبقى رقم كام في اللستة دي؟ في حاجات صعبة اشرحها لك. وانا مش عايزة اعرف. بجد. يمكن لما كنت صغيرة الموضوع كان شاغلني وبسأل نفسي هو ليه بعيد، بس دلوقتي مش عايزة اعرف. أنا فعلا مكفيني في الظروف دي، أكيد دي آخر حاجة ممكن أفكر فيها. خلينا في المهم. بالظبط. إحنا دلوقتي بنشوف العينة تحت الميكروسكوب، ولو طلعت نفس النتيجة؟ إحنا مش هنقدر نحدد أي حاجة غير لما ناخد عينة من النخاع الشوكي عشان نقدر نعرف نوع اللوكيميا والمرحلة اللي وصلت لها. وعلى أساس كده هنحدد طريقة العلاج والبروتوكول اللي هنمشي عليه. أنا بس كنت عايز أعرف منك حاجة، عندك أي أعراض جديدة اليومين دول ظهرت عليكي؟ مفيش أي حاجة تدل إن أنا عندي ده، مفيش. يعني مثلا بتنامي كتير، بتنامي قليل، ووزنك أخباره إيه؟ حاسة إنك أنت خسيتي اليومين اللي فاتوا دول؟ عندك كدمات، عندك بقع على الجلد؟ لا أنا بس نزيف من المناخير، من اللسة؟ مفيش حاجة من دول، هو في شوية إرهاق اه، بس عشان أنا بشتغل كتير وبرتب الفرح وأنا أصلا عايزة أخس قبل فرحي، فعشان كده خاسة شوية. هو أنا النهاردة الصبح دخت، بس أنا كنت
مش نايمة ومش فطرانة ونزلت أجري في التراك، فده عادي ولا إيه؟ على كل حال أنا هكشف عليكي دلوقتي عشان أطمن، بس أنا ليا طلب عندك. مش عايزك تعملي أي مجهود زيادة اليومين دول، ويا ريت لو تعدي عليا بكرة عشان ناخد عينة من نخاع الشوكي. لا هو بكرة مش هينفع عشان عندي ميتنج مهم. لا خلاص، ممكن يوم الجمعة، ويوم الجمعة إجازة مفيش شغل. أنا الجمعة بشتغل، عندي إيفنت مهم طول اليوم. معلش ما هي الدنيا بتجري عندي برضو، شغلي والفرح. أمينة أنا مش عايز أقلقك، بس أنت لازم تفهمي حاجة مهمة. اللي عندك ده ما هوش انفلونزا ولا وجع سنان هتاخدي له مسكن. كل ما نبتدي العلاج بدري كل ما النتيجة بتبقى أحسن، لأن لا قدر الله لا قدر الله لو اتأخرنا بس كام يوم ممكن الوضع كله يتغير. شغلك وجوازك ممكن يستنوا، لكن صحتك حاضر. هاجي الجمعة، همشي في نص اليوم واجي. هتوحشني التمشية هنا قوي. يا شيخة بلا هم، ده الدنيا زحمة قوي. لا 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 لا، التجمع أحسن بكتير وأهدى. الحمد لله إن شقة عمر في التجمع. تخيلي بقى لو كان هيبقى ياخدك وتسكنوا في أكتوبر، والمصحف اللي كنت أفركش لكم الجوازة دي من أولها. يا سلام. لا يا مين، احنا ما صدقنا نلاقي اللي يسطرك. انت حبيبتي فاتك القطر جي 3 4 مرات. قلش قلش وحشه وحشه بس. لا بجد انا مش قادره اتصور ان انت تسكني بعيد عني. يعني انا كده لما اتنرفز من حد مش هاجي ابقي فيك انت، او مثلا لو فرحانه مش انتي اول حد اجري عليه. حتى الواد ابني مين هيشيل همه غير؟ انا طول عمري بحس ان انا امه وانتي ابوه. ساره بقول لك ايه، حتى المواضيع بيصرف عليه بالتيله وبيقابله كل فين وفين، لكن بقى يشيل همه ويصحيه ويوديه ويجيبه، لا انتي اللي بتعملي كل الحاجات دي. حتى زياد مش مرتبط بيه زي ما هو مرتبط بيكي. انا لو خلفت عيال مش هحبهم قد القرد ابنك ده. مش بقولك انت يا ابوه، يعني ليكي فيه. زي ما ليكي فيا كده. انا كنت عايزه اقولك على حاجه. هو انا ما حكيتلكيش ان انا رحت المدرسه لزياد وقابلت المديره بتاعته؟ انا مش عارفه يا امينه، هو ابني عبقري زي ما انت بتقولي ولا اخطر؟ عمل ايه؟ عمل هاكينج للسيستم بتاع المدرسه، وطول ما احنا راجعين مش عايز يعتذر ولا يعترف ان هو غلطان. انت مش عايز يقول لي سوري، مش عايز يكذب عليا ويقول لي سوري. انت عايزاه يكذب عليكي؟ اه يكذب عليا، بس ابقى مطمنه حتى لو بالكذب. انت كنت عايز تحكي لي ايه؟ لا ولا حاجه. طب يلا نمشي بقى. يلا بقول لك ايه، انا عايزه الزلابيه بتاعتك دي. هاكل الاثنين. نمشي. الظابط كان عاوزني انزلني امبارح كمين من العربيه، بس انا قلبت الترابيزه وقفت الكمين كله على رجل واحده امبارح. ده؟ طبعا. الواد ده بيضحك عليكم ويقول لكم ايه؟ حسن. عامل ايه؟ حسن يبقى صاحب جاسر اخويا، نيفين صاحبتي، عاليه صاحبه نيفين وفود ستايلز. هاي. هاي. هاي ازيك؟ هاي حسن، نايس تو ميت يو. ميت يو. نيفين كمان فود ستايلست؟ لا انا بشتغل مع طارق، بس عاليه اصلا ما بقالهاش كتير فود ستايلست يعني. بتشتغلي في مكان معين بقى ولا؟ لا انا فريلانسر. اوكي. طب انا بفتح ريستورنت اليومين دول وكنت ببص على شغل. ايه ده صح؟ انا ازاي نسيت الموضوع ده؟ عشان حمار. طيب انا ممكن ابعت لك البيج بتاعتي على فيسبوك. دي فكره كويسه دي، وممكن نتقابل بكره لو عندك وقت. ده الرقم بتاعي. تمام، وعلي اولى من الغريب.
سيبوا كده ليا ناس بقى. طيب خلاص هكلمك بكره. خلاص اوكي استنيك. يلا باي باي يا جماعه. باي باي. انت هتروح بدري كده؟ اه عايز انام مش عارف. ماشي. باي باي يا جماعه. باي باي. باي. باي حسن. بس خلصت بقى موضوع. الو، انا قلت انك نمت عشان ما ردتش. لا انا كنت في الشغل وبعد كده جات لي كام مكالمه كده مش تمام وما عرفتش ارد بصراحه. طب انت تمام؟ لا مش تمام قوي يعني. في واحد كده فعاني ياسفين عند مديري فقعدت اتكلم معاه شويه. سوري على اللخبطه بتاعت النهارده. انا عارفه انك مظبط ميعاد الراجل بتاع الستاير بالعافيه في وسط اليوم. بس معلش طلع لي ميتنج ومعرفتش امشي. لا مفيش مشكلة. بس انا الفترة الجاية دي هبقى مشغول شوية فلو عايز تعملي ميعاد تاني قولي لي قبلها يعني مش هبقى فاضي على طول. ربنا يسهل. تمام. وانت كويسة؟ صوتك مش تمام. لا لا انا تمام. انا بس كنت بروح في النوم. سوري تاني. لا لا ولا يهمك. تمام. صباح الخير. وانت من اهله. كده الايفنت بقى تمام. ولو هما خلصوا الايفنت الخيري بتاع الصبح ده في ميعاده احنا ان شاء الله هنلحق نعمل السيت اب بتاعنا. انا بحاول اوصل لسليم ده مش عارفه خالص. بس السكرتيره بتاعته وعدتني انها هتبعت ايميل في خلال الساعتين اللي جايين بكل الحاجات الناقصه. بص هو احمد محتاج يسيب في نص اليوم على فكره فانت هتيجي على 9 10 وانا اجي لك على 11 ونكمل اليوم مع بعض. تمام؟ تمام. الو. اه يا مينا. اه انت عامله ايه؟ بحاول ابقى كويسه. انت تعبانه؟ لا مش تعبانه. يا مينا نتيجه الفحص للاسف طلعت زي العينه الاولانيه. وانا اتاكدت من كده. انا حجزت لك يوم الجمعه الساعه 5 عشان عينت النخاع. لو تحبي تقولي لاي حد يجي معاكي زي عاليا او خطيبك مفيش مانع. هكون هناك الساعة 5. طب كويس، يا ريت ما تتأخريش. حاضر، مع السلامة. المكان حلو قوي بس اشمعنى الريستورنت؟ لا ده انا جربت افتح حاجات كتير قوي قبل كده بس انا لقيت ان انا فعلا ما بفهمش غير في الاكل. انا من وانا صغير وكل اصحابي بيقولوا لي ان انا بعرف اعمل اكل حلو. كنت مره مسافر بره فلقيت مطعم زي ده بالظبط فكان حلم حياتي ان انا افتحه. عامة هي فكره حلوه قوي. طول عمري بحس ان الرجاله بتطبخ احلى من البنات بصراحه يعني. دي حجه بس عشان شكلك فاهم. حسن انا بعت لك البيج بتاعتي النهارده عشان تشوفها والحاجات اللي انا محتاجاها عشان ابتدي اصور. قولي لي يا عليا هي الصور اللي على البيج دي بقى لها كام؟ يعني من حوالي 4 ايام مثلا. اشمعنى؟
لا يعني تحس ان الصور مبتدئه شويه. انا ما عنديش شك انك هتبقى كويسه جدا، انا مش ده قصدي، بس في حاجات لازم تتعلميها فاهمه يعني. حاولي ما تستعجليش في الموضوع ده. طب ليه قابلتني بقى طالما ده رايك؟ يعني انت لسه بعتلي البيج من ساعتين تقريبا. اتفضل طول يا باشا بالرايات. يا توريني كويس قوي. ماشي ثانية واحدة، ثانية واحدة بره بس. طن زيادة على فكرة، والصوص محتاجة الزبدة تبقى أقل شوية، يعني الحاجات دي معلش بتبقى محتاجة شوية سنس في الأكل. رأيي ما تستعجلش بقى قبل ما تفتح المطعم بتاعك. عن إذنك. مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. ازيك يا زوزو؟ ازيك انت يا نور عيني؟ ازيك يا ماما؟ كويسة حبيبتي، شكلك خلصان. كان يوم طويل في الشغل. بس بصي بقى، بعمل كوفية لأختك، أول ما أخلصها أعمل لك واحدة أنت كمان. عايزة لون إيه؟ اللي أنت عايزاه يا زوزو. يعني إيه اللي أنا عايزاه؟ المهم أنت عايزة إيه؟ قولي لي يا زوزو أعملي لي اللون الفلاني. ما تزنيش عليها يا ماما، عشان بس ما تبتديش تتعصب. يا أختي تتخانق براحتها، على القلب زي العسل. اطلعي أنت بس منها. عموما أنا زغللت، يلا هقوم أنام. يلا. صباح على خير حبيبتي. صباح على خير يا نور عيني أنا. صباح على خير. هو كان في اجتماع للعمارة النهاردة؟ أيوة. أخدتوا أي قرارات مصيرية؟ لا. ما بتزهقيش من شغل العمارة ده يا ماما؟ أنت بتزهقي من شغلك؟ يعني شغلي أنا بترقى فيه، بقبض، فبستحمله. وأنا برضو المشاكل المملة بتاعت العمارة بتسليني. بتملي فراغ يعني. بعد ما أبوكي ما مات، وإنتي وأختك كل واحدة فيكوا عندها شغلها، حياتها، يعني ما بقيتوش محتاجيني. يمكن علشان كده بزن، ببقى عايزه احس ان كنتوا بعمل لكم حاجه، محتاجيني لسه، محتاجيني. طب احنا هنفضل محتاجين لك يا ماما، احنا عمرنا ما هنكبر، احنا اصلا ضايعين. وبعدين مين دي اللي كبرت؟ انت بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليكي، الناس كلها بتقول انت اختنا الثالثه. هنهزر ولا ايه؟ ايه يا نونو؟ ايه؟ انت بس لو تقللي الزن سيكه صغيره، سيكه صغيره كده، والله هتبقي زي الفل. سيكه صغيره؟ سيكه؟ انت اللي زي الفل. هخش انام انا بقى. مش هتتعشي؟ لا لا مش قادره. صباح على خير يا موزه. انت من اهل الخير يا نور عليا. الكبرت قال. الو عليا، ازيك؟ خير يا استاذ حسن. يا استاذ حسن، وانا زعلتك قوي كده ولا ايه؟ لا وهزعل ليه؟ حضرتك حر في رايك. طيب بصي يا عليا، يعني انا والله ماليش في اللف والدوران بقى بصراحه والتحوير وكده. انا شخص مدب، اي حد عارفني عارف ان انا مدب، وانت اما تعرفيني هتعرفي ان انا مدب.
فأنا آسف لو طريقتي دي ضايقتك والله، بقول ده لمصلحتك يعني. لا شكرا جدا، صدقني احط رايك ده في اعتباري ان شاء الله. طيب عموما انا كنت بكلمك عشان اعتذر لك لو طريقتي دي ضايقتك او حاجه، واقول لك ان انا يوم الجمعه الجايه عامل فود تيستينج، وانا اكتشفت ان انت عندك سنس حلو في الاكل، فانا حابب استعينك بالسنس بتاعك ده يوم الجمعه ان شاء الله. طب ومش شايف ان رايك ده مستعجل شويه ولا ايه؟ لا 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 مش مستعجل خالص، بالعكس. اشوفك يوم الجمعه. طيب هو التيستينج الساعه كام؟ 8 ان شاء الله. يلا استنيك. باي باي. الو بقول لك ايه، وراكي حاجه يوم الجمعه الجايه ولا فاضيه بالليل؟ خير ازيك. بصي يا ستي، احنا النهارده بنعمل احتفاليه عشان مرضى سرطان، بنحاول النهارده نوعي الناس بحكايه الفحص المبكر علشان الكشف يعني. الو ايه يا مهند، انتوا فين؟ احنا جوه. طب ايه طمني كله تمام؟ لا كل حاجه خلصانه ما تقلقيش. لا ما انا فاهمك، الراجل اللي اسمه سليم ده يا اما جايب شركه تانية معانا يا اما هو شخصيا بيفكر ينافسنا. انا مش فاهمه اي حاجه، ينافسنا في ايه؟ انا مش ده الايفنت ده ايه؟ لا انا شخصيا مش فاهم. طب خلاص انا جايه لكم، جايه لكم. سلام. امينه ازيك؟ صباح الخير. صباح النور. تعالي مهند هناك اهو. يا مهند صباح الخير. بس الراجل اللي اسمه سليم ده غتت جدا ومرمطنا في الشغل، بس الصراحه ما اقدرش انكر ان هو شاطر جدا، لان المكان ده كله جهز وخلصوا كل حاجه في وقت قليل قوي. بصراحه اه، ده حتى كان بعت ناس كتير قوي من عنده، يعني احنا ابتدينا نشتغل الساعه 4 الفجر مثلا، بس الساعه 10 الصبح كل حاجه كانت جاهزه. بقول لك ايه يا امينه، محتاجه البيان الصحفي يبقى جاهز امتى؟ مش عارف، مش عارفه هو الايفنت ده اصلا عن ايه؟ ده للكانسر يعني ولا عن المرضى ولا ايه؟ ده الاثنين، توعية، وفي مرضى بيبيعوا منتجات هم عاملينها، وفي مرضى تقريبا هيطلعوا يحكوا حكايتهم على الستيج كمان شوية. تقريبا؟ اه تقريبا. تقريبا؟ هو احنا برضو بتاع تقريبا يا مهند؟ هو ايه سليم محجوب ده؟ ايه الراجل ده؟ هو فاكر نفسه ايه؟ عامل لنا جدول اليوم مفاجأة؟ في ايه؟ طب ما نروح احنا ونيجي بالليل. طب ايه طيب؟ ايه دي؟ انت اللي قلتي لي ان ده كلاينت مهم وما ينفعش نخسره. هو فين طيب؟ فين؟ مش عارف. لا بس ده حلو، ده برضه لطيف. اه بتبقى غريب بجد. استاذ سليم، امينه الشماعه. امينه؟ اخيرا اتقابلنا. انت هريتيني مكالمات وتليفونات. كان ناقص تنزليني من الحنفيه. ما لو حضرتك كنت كلفت خاطرك ورديت على مكالمه او ايميل من دول كنت رحمت نفسك من الزن بتاعي، انا اسفه اني ضايقتك. لا ما تقلقيش، انا ما بتضايقش. كويس جدا. انا بس كنت محتاجه جدول بالمواعيد عشان اعرف كل حاجه هتخلص امتى بالظبط. امينه كل حاجه هتخلص لما تخلص. لا مفيش حاجه اسمها كده. ما هو لو كنت قريت الايميل اللي بعته لك، انا من اسبوع طلبت منك جدول بالمواعيد عشان الايفنت بتاع الاستاذ يحيى مظبوط معايا بالثانيه. هو فعلا ابويا مواعيده مظبوطه بالثانيه، انا بقى يا امينه بطلت من زمان قلب الساعات عشان لما بعمل حاجه احب اعملها في الوقت المناسب واخلصها لما احس انها لازم تخلص. ولو ما عملتش كده مش هقتنع بالشغل اللي بعمله. لا طبعا يهمنا ان حضرتك تقتنع بالشغل اللي بتعمله. هو انا بس عشان انا لسه قلب الساعه، فيا ريت لو الساعه 5 بالظبط الايفنت يكون خلصان عشان اجهز للايفنت اللي بعده. هو انت دايما كده مستعجله وروحك في مناخيرك؟ ولا ده تاثير عليكي؟ افندم؟ ابو حميد. اهلا مستر سليم. ازيك؟ الحمد لله. اوعى تكون متضايق من يومك. هو اكيد اشتكى لك مني وقال لك ان احنا اتخانقنا في اول ميتنج عملته معاه. لا هو ما اشتكاش الصراحه عشان ده شغله، زي ما شغلنا تظبيط الايفنت ده. كان نفسنا والله نشيل العبء من عليك ونعمل كل حاجه، حضرتك كلاينت مهم عندنا. كلاينت؟ الايفنت ده مش دعايه لشركات محجوب. مفيش ولا لوجو ولا بانر باسم شركات محجوب. انت لو عايزه تعملي شغلك فعلا يا امينه، انا هطلب منك طلب واحد. اللي هو؟ الايفنت ده الناس دول وانا بس.
الخير. مساء النور. احنا بنعمل فحص مجاني للكشف المبكر عن سرطان الثدي. تمام، انا بس عندي مشوار هروح وارجع لك على طول. طب انت عارفه ان الكشف المبكر بيساعد جدا في العلاج ويزود فرص نجاحه؟ اكيد عارفه طبعا، اكيد هنسك. ما هو الواحد لو يعرف يستخبى او يهرب من المرض زي ما عملتي مع البنت دي ما كانش حد غلب. بص يا بنتي، المكان هنا كل اللي فيه يا اما بيتكلموا يا اما ليهم علاقه بمرض السرطان. لو انت خايفه تتكلمي او تسمعي يبقى المكان ده مش ليكي. طب ما حضرتك مالكش دعوه، اهو بتبيع عصير. انا ببيع عصير جزر بالتركيبه الخاصه بتاعتي اللي هي برضو وقايه من المرض. وقايه بس ولا علاج كمان؟ ابقى كذاب لو قلت لك ان هما مش بياخدوك علاج، وابقى كذاب برضو لو قلت لك ان هو علاج مفعوله اكيد. بصي، المريض من دول بيبقى زي الغرقان اللي محتاج قشايه يتعلم بيها، وعصير عمك نعيم قشايه من النوع المعتبر صحي وطعمه لذيذ. لا انا مش اشربيه على الاقل يبقى وقايه زي ما قلت لك. وحضرتك؟ سرطان في القولون. مطعم شيء شكله مزوق. كلام مهندس الديكور بس هو اللي شاطر. طب وحسن بقى شكله حلو ولا برضه مهندس الديكور هو اللي شاطر؟ بصراحه البيت حلو قوي. نشوف. هاي حسن. هاي ساره. ازيك يا علي؟ ازيك يا حسن، عامل ايه؟ كويسه الحمد لله. مبسوطه؟ قوي، المكان حلو قوي. طيب يا رب دايما. وجماعه قولوا لي رايكم في الاكل حتى لو وحش. انا مش هزعل لو قلت لي ان هو وحش. طبعا، وعلى راي المثل يا بخت من بكاني وبكت الناس عليا. ولا ضحكني وضحك الناس عليا. الله ام الله يرحمها كانت دايما بتقول لي المثل ده. عن اذنكم. ايه لازم تبقى وسط الامثال دي ان شاء الله؟ ما الراجل طلع ابن بلد كده وبيفهم في الامثال زينا، حرش. ايوه، عشان امه هي اللي كانت بتقول الكلام ده يا نينا. خليك انت عوجالي لسانك، انا بتاعت الامثال، بنت بلد. بلدي طز فيك. ادي حلو الاكل. قوي حاسه حلو. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ منورين؟ لو مستريحي بيسأل البند هيبقى جاهز كمان قد ايه يا امينه؟ اول لما الفيديو ده يخلص 49 دقيقه بالظبط المفروض البند يطلع على الستيج. طب كويس قوي، اتحلت انت النهارده؟ لا تمام، انا بس شكلي داخل لي دور برد. المهم انتوا مبسوطين؟ كل حاجه بيرفكت كالعاده. انا سمعت ان الايفنت الصبح كان كويس قوي. هو كان غريب الصراحه بس عدى الحمد لله. اي حاجه تبع سليم لازم تبقى غريبه ومجنونه شبهه يعني. بس عايزينك اروح اشرب ميه عشان اتفضلي. طب ميه لو سمحت. مش بقول لك روح في مناخيرك على طول؟ هو حضرتك زهقان فمركز معايا على طول ولا ايه؟ وحشه في حقك قوي ان الايفنت اللي سحلت فيه نفسك خليكي متوتره كده. بقى انا كان عندي حق بقى لما ما خليتكمش اشتغل عليه. يعني حضرتك معترف انك عطلت شغلنا؟ انا اصلا ما طلبتش منكم شغل. والله؟ والايميلات اللي اتبعتت والفلوس اللي اتدفعت؟ هم اللي دفعوها مش انا. انا مش فاكر اني طلبت منك او من شركتك شغل. طالما الاتفاق مش بينا يبقى انا مش ملزم بيه. طب ما حضرتك كنت تقول كده على طول، ليه تضيع وقتنا؟ امينه، انت مش اخدت فلوس وبتقولي انك ما اشتغلتيش بيها؟ يبقى خلاص، ده حق تضيع الوقت. امينه اخيرا. ايه الاخبار؟ تمام.
بص احنا ممكن نمشي على طول لو عايز، انا خلصت شغلي في بند هيبتدي لو عايز تشوفه، بس زي ما انت عايز. لا ما وريش حاجه، خليكي براحتك. طب ممكن اخلص بس حاجه خمس دقايق وارجع لك؟ استناكي. مساء الخير. ويسكي دي بس من غير تلبية. واضح انها بتحبك قوي. دي اول مره تضحك النهارده. سليم محجوب ابن صاحب عيد الميلاد ده. عمر نصر الدين استاذ مانجر وخطيب امين. تشرفنا. اهلا بيك. انا والله كنت هبتدي يعني، بس لما شفتها بتتحرك قلت خلاص يبقى انا يعني مشكله. بس ده هي بتضحك عادي، بس وقت الشغل بتبقى جد شويتين يعني. فرصه سعيده. انا اسف. تعال قوم قسي الطول عليك قصيره. تعال قلتي لي بقى رحت المطعم عند حسن وكلته ببلاش. اكيد هيقفل المطعم قبل ما يفتحه. يا زوزو يا حبيبتي، وانا بقول لك هو عامل اليوم ده عشان ايه؟ عشان الناس تدوق وتقول رايها قبل الافتتاح الرسمي. يعني هو شايف انك انت فاشله في الوظيفه اللي انت عايزه تشتغليها، قال اجيبها تدوق الاكل وتقول رايها. هي امينه جت اهي، خليها تقعد بقى معاكي وتسليكي، انا داخله انام. مع انه الايفنت كان حلو. اه الحمد لله. روحت خمدي. يلا يلا. اه ساتر على دي بنت، تقوليش كنت بعذبها. انت اصلا ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي يا زوزو؟ شربت نسكافيه عند الجيش، قالت لي ما شربته، هيفضل مسهرني للصبح. قولي بقى، عمر هو اللي وصلك؟ اه لو كان عارف انك لسه صاحيه كان طلع سلم عليكي. وانت مالك بقى؟ حد قال لك انك انت فاشله زي اختك؟ كان يوم طويل قوي وكلاينت سخيف، مشاكل الشغل العاديه. اتعود على حاجه مهمه قوي، لما ترجعي البيت وانت بتقلعي هدوم الشغل تقلعي معاه مشاكل الشغل، وتلبسي بعد كده مشاكل البيت. مشاكل البيت ايه كمان؟ كتير قوي. خدي عندك علي اختك بقى فشلت في الوظيفه رقم 18، وست امك عامله البيت مجلس امه بتحل فيه مشاكل السكان ومشاكل العماره، وانا شخصيا بقى اللون ده خلص مضطر اكمل التلفيعه باي لون تاني. شفتي بقى؟ ايوه كده يا نور عيني، اضحكي. الدنيا بتنور لما بتضحكي انت وعليا. بس بقول لك ايه؟ يا ريت يعني تتجوزوا وتحلوا عننا، النور تعب عينينا. كلها كام شهر يا ستي هتخلصي مني؟ بس عالية لا، عالية مطولة معاكوا شوية. وانت فاهمة يعني لو اتجوزتي هرتاح منكم؟ على رأي جدك مخلفة البنات عشان الهم للممات. كده برضو يا زوزو ربنا يريح قلبك من شيل الهم يا ستي. ده جدك هو اللي قال الأمانة. ما انت شايفة اهو انا شايل هم امك لغاية دلوقتي، مع انها قربت تبقى من دوري. صباح على خير. وانت من اهله يا زوزو. كنت متعودة انك مش على طول موجود، بس كنت دايما ببقى عارفة انك مهما غبت راجع. ساعات بحس اني بحوش الحكايات عشان لما تيجي اقعد احكيهم لك، ولو كروتهم تزعقلي وتقولي يا امينة كملي الحكاية للاخر يا امينة. شكل انا اللي هاجي لك واحكي لك الحكايات اللي فاتتك، حاسه اني لوحدي. انا عارفه ان كلهم جنبي وقلبهم عليا، يمكن ده اللي مخليني مش عارفه احكي لهم. كل ما افكر اني هرتاح لما اطلع اللي جوايا بخاف عليهم من اللي هيعرفوا. يمكن لو انت كمان موجود زيهم ما كنتش حكيت لك.
وحشتني قوي قوي يا بابا.